شلون أقول لكم هذا من بداية التقدم الرياضي للكرة الحديدية، مباراة في دور ثمن النهاية ما بين تريبليت تيجاني وتريبليت إدريس الشاوي هنا بملاعب نادي التقدم الرياضي بمدينة الرباط عصبة الوسط. هذه المباراة تدخل في الدوري الرسمي للدوري السنوي لنادي التقدم الرباطي. تيجاني محاولة يربح البوان في 16، علي وذكر تشكيلة الفريقين. تريبليت تيجاني من نادي الاتحاد الريالي كتكون من فيصل وعادل الشوبي، في حين تريبليت نادي لايسان بي كتكون من دريس الشاوي وحميد وربيع. النتيجة 4-0 لصالح تريبليت تيجاني. بيانتيري عادل ندور عند ربيع يحاول يشبع الكرة، ربيع ما كيستطعش باش يربح الكرة. وان ربيع كيتمكن من ربح البوان. فيصل كذلك سيربح البوان. نادي حميد الشيخي من نادي الشيخي يحاول يمشي بعد الكرة. برافو حميد الشيخي باش يمكن يمشي في الكرة. المباراة هي مباراة ثمن نهاية الجائزة الأولى الدوري السنوي لنادي التقدم الرياضي للكرة الحديدية عصبة الوسط. حميد الشيخي كرة ضائعة نتيجة 4-0. محاولة ضائعة من طرف ربيع أو النتيجة كتغير كتصبح 5-0 ما بين تريبليت إدريس الشاوي وتريبليت تيجاني.
إشارة فتريبل تيجاني فهي ممثلة عفوا تحت لواء عصبة الشمال الغربي. تريبل تيجاني كما قلت فهي ثلاثية تلعب دائما عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية. أندري الشاوي ما كيستطيعش يمشي يربح الكرة. الشاوي في محاولة ثانية مرة أخرى للشاوي ما كيتمكنش باش يربح الكوان. الدور ديال حليت الشيخي حميد الشيخي كيتمكن باش كيحيي الكرة محاولة تجاني جاي ربح البوان نتيجة 5-0. دور ديال ربيع كرة ضائعة من طرف ربيع الدور ديال حميد نادي الاس ام بي كرة ضائعة كذلك هذا دور تم النهاية الدوري
الرسمي السنوي لنادي التقدم الرباطي للكرة الحديدية. المحاولة ديال الربيع، الكرة الأخيرة لنادي الغيسامبي، محاولة مكيستطاعش. أخيرا الربيع كيتمكن باش كيربح الكرة. عندنا إن شاء الله تربحوا. الآن الدور ديال عادل الشوبي من نادي الاتحاد الرياضي لمدينة قنيطرة. كرة ضائعة من طرف عادل الشوبي. ثلاثة من الكلوب راه كريفله بحال لاعب كريفله، أما ملي تمنطاني انت وهذا غيعاودو الكرة الثانية كذلك ضائعة. الآخر غتطلع عشرة كريفله، هاهي الميزانية مثلا. الدور ديال فيصل. فيصل كيتمكن باش كيحيي الكرة. ونقطة إضافية كتصبح نتيجة 6-0. سي صالح تريبليت تيجاني، كمان تريبليت دريس الشاوي. نتيجة 6-0 لصالح تريبليت تيجاني. تيجاني في محاولة كيربح الكوة. كرة ضائعة من طرف دريس الشاوي. الكرة الثانية كذلك ضائعة. رابع ممتاز طريقة جميلة كيربح الكوة. محاولة ديال عادل
برافو عادل كتشوف كلش كيحيي الكرة فارو هذا اللاعب امين من عصبة الشاوية امين لافوكا مقابلة عبد الصمد المنقاري كونتر البقالي سلسلة طارق بعد قليل دور ربع النهاية أيّد رابع كيف ممكن يدير واحد دوفون نقول طريقة جميلة وكاين واحد القوة ذكر إخوان أن جميع الروبوت في نهاية المباراة 13 نقطة 13 نقطة في نهاية 3 بوينتس غير سلكي تاع كورة الكرة الثانية كانت مع فيصل عن ضوء ديال التيجاني هاد أبناء شاف تحت السيد يوسف الزين صاحب ديالنا خلق لي تقول الأحضار مقابل أي جماعة يعني طيب خاصكم شيء؟ كرة ضائعة من طرف حميد نتيجة 6-0 لصالح تيجاني النتيجة كتغير 6-1 6 عند تيجاني 1 عند دريس الشاوي ثم النهاية الدوري السنوي لنادي الاتحاد عفوا لنادي التقدم الرياضي
هذا الشو بحيث ممكن باش كيربح البوان يربح القوة واحد
برافو رابيع سيربح البوان إضافة نتيجة 6-1 3 في الأرض عند نادي الإسلامي بقى كرة عند حميد الشيخي الكرة الأخيرة نتيجة كتغير كتصبح 6-4 نتيجة هادي 4 ديال الشاوي الشاوي كيتفكر باش كيربح البوان عن الضوء ديال التيجاني نتيجة 6-4 كرة ضائعة من طرف التيجاني كرة ثانية برافو التيجاني تيتمكن باش كيربح البوان الشيخي كيتمكن باش كيحيي الكرة كرة ضائعة من طرف عادل كرة ضائعة من طرف فيصل كيربح شي كوة محاولة ثانية صداع برافو عادل الشوبي تيتمكن باش كيربح البوان
حميد الشيخ اللي تمكن باش كيبعد الكرة نتيجة 6-4 لصالح التجاني. أمام دريس الشاوي كرة ضائعة من طرف دريس الشاوي الآن الدور ديال الرابع كرة ضائعة يتابع الدوري السنوي لنادي التقدم الرياضي تنداوي كونتر عبي كرة ضائعة من طرف ربيع كتصبح النتيجة 6-5 6 عند التجاري 5 دريس الشاوي ثم نهاية الدوري السنوي لنادي التقدم الرياضي هنا بمدينة الرباط نتيجة 6-5 ما بين تيجاني ودريس الشاوي ثم نهاية الدوري السنوي لنادي التقدم الرياضي للكرة الحديدية الدور ديال العادل بوشون كتحول في المكان ديالو كيصبح يقوان دابا عند تريبات تيجاني هاد كنطروها فولي بوانتي
وعمري كانت في العدم تقول بأن الربع النهائي كبار التصل كان وعمري كونتر بالعربي البوزني كانت في العدم تقول بأن كرة دائرة طريقة كلية فيصل كيزي تشوف الكواري وهكذا تنتهي المقابلة بفوز تريبل تيجاني على تريبل تدريس شاوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.